ورجعت يا جماعة، النهاردة هنعمل معاك التوكوكي. جبنا دقيق رز ماشي وعجناه بمية. هبدأ أعمله كده، هقطعه حتت صغيرة 4 هم، وهبدأ بقى أعملها كده زي العمود مثلا. هعمله كده زي الصوابع، بس صوابع طويلة حبة، وهقطعه كده شكل كده. او واحده يعني مش هتظبط، مع ان يعني او واحده مش هتظبط قوي، كان تاني واحده هتظبط لان بصوا ظابطه. وهخلي دي قصاد دي عشان اعرف اعملها. يلا بينا، بصوا هكمل اللي دي وهوريكم التانيه. خلصتها، هخش بقى في التانيه. دي هقطعها تاني عشان هيكون صوابع كبيره قوي ومش هعرف اعملها يعني. واحسن بايدي، احسن ان انتوا تعملوها على القطوعه. بصوا عملنا من حوالي كوبايه رز صغيره، عملنا منها الكميه دي كلها. انا طبعا مش عاملها دلوقتي كلها، هسيب حبه في الفريزر. وانتوا يا جماعه برضو ما عندكوش دقيق رز، تقدروا تنشفوا رز وتعملوه يعني، تمام؟ فانا هعمل كميه قليله. يلا بينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطهم في الحله سوا. الحله دي فيها ميه مش مغليه، بص حطيت الكميه دي وهرفعها على النار وهعمل معاكم الصوص. يلا بينا. بصوا هنحط معلقتين صلصه، تمام؟ وادي المعلقه الثانيه، ومعايا هنا فلفل وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وشطه. ويلا بينا بقى، وهرفعهم على النار المكونات دي واقلبهم سوا. يلا بينا. بصوا يا جماعه عملنا صوص وفضيناه هنا. بصوا بصوا يا جماعه، فضيت هنا بقى الخلطه اللي انا عملتها. وبصوا بصوا طعمها حكايه، طعمها عسل. بصوا القمر. ويلا بقى نختم ويسلام، اشوفكم على خير.